إيسوق، كل شيء عندنا تلقاه. الطيف ليد لايت، كافة منتجات LED. السرسرية جاوة وصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. نكوة بتحشيش السرسارة مياه كان يضبطها تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق برايد مقشمرة. تك 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 شكد يتلوم دك دك. إذا أنت بطيار شي ترى أنا طير بك. عندي علولي داي حلو وهكلي وسيلة المطير شي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش ندير احنا نخلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل وين مكبس الصاحي صير. أها أها ألمي دوخ الحارة وما يخبل جارة أمي طشارة تخاف من اللي فارة. إيش ليش لا تخبطني حلقك شدة بالراسة هو أنت 56 وأنا كلهم خفاصة. اشتحوي لك عالتوقي هو أنت أكبر بوخة ترك إلا واحد أسبوعين راسك تظل بدوخة. ذك مصعب تعبو اليوم اتويها علاجه انا اللي اتعارك وياه شبع خياطات براته. قابل نصمي الارنب ما سامع بحلولي هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعة شد الموضوع يا شليش اهدى شوية ارد اشتري ست طيور ومعود 1100. البقاء للأقوى، أقصد البقاء في حياتك وإن شاء الله خادمة الأحزان إن شاء الله. حبيبي علولي يوم اللي إليك إن شاء الله. بس الميت شي يصير منك؟ يصير أخو أبويا. أخول أبوك؟ لعد هذا سيلة الغبي قل عمك المتوفي. لا يا سيلة الغبي، المتوفي هو أخو أبويا مو عمي. خطية كان عايش بلبنان ومقضيها حياته كلها ونسة وطرب. زين ليش ما نسوي الفاتحة بلبنان حتى نجمع عصفورين بالحلال وصير فاتحة وقربان. علولي يا لبنان أقول لك العشيرة كلها جاية توديهم لبنان ما حد يجي الفاتحة يقضوها دياحة. امشي امشي يلا شوف دسليت وين صار دا دق عليه وما يجاوب حتى ننصب الشوادر. حال الشوادر بعيدة خلينا نسويها بباب بيتكم. أقول لك شلش بالفاتحة مال دهش إيش راح تطبخون؟ سافل يا متدني علش ما تموتون انت ودعبول ونخلص منكم دفعه واحده. يما استعجب الرحمن لا تخلون دعبول يدخل بيناتكم انتم اخوان. واسف عليك خالط الشارع انتوا عائله مطشره وانا لميتكم بسطله. ترى انا ما جاي الفاتحه الدهش ها من هسه اقولكم حتى قبل لا يموت يحسب حسابه. لكن بابا انتم عرفتوا الفاتحه وكلمتوا دعبول دا اقولكم عيب لازم نروح للفاتحة بس شكلا حتى شنو العالم لا تحكي علينا. خلوا مشاكلكم على صفحة أنا هم ما أجرحهم بس عيب من هناك المنطقة شو يقولون عليه. أنا ومن باب الأسول كوني كبير بتشناوة سوف أتواضع وأتنازل عن كبريائي وعنجهيتي وإمبرياليتي وأروح الفاتحة بيت عتوقي وأغرى الفاتحة وما أشرب شاي وأطلع رأسة. رحم الله والديك احنا كل احنا نروح بس نقرا الفاتحه العمه ونرجع. اقول لك شلش ليش نقرا الفاتحه ما طول عمه ميت نقرا للجزء عمه هي فاتحه انه بنروح نقرا له الفاتحه صايره دايره. دعبول ابوس ايدك انت كل شي لا تسوي ولا تقرا اي شي بس من نقول الفاتحه شيل ايدك ومسحن بوجهك واسكت. اخ يا اخويا يا اخويا يا صويلح اخويا حزام ظهري ثلاثة كبدي مصارين بطني غالوني. شنو السالفة يا به ترى انت حيل تكبر الموضوع. الرجال قضى عمره بلبنان ويا الصبايا والونسة وانت مقضيها حارس بمدرسة ابكي على حالك يا حظي. خوي انا متانيك ترجع بالفلوس ابدا ما حسبت ترجع لي بتابوت يا خويه.
عليهم اي عليهم يقول هيجي انت جاي تمشي على الفلوس. سيدة البيان وينك؟ من الصبح ادق عليك. عتوقي حبيبي، البقاء بحياتك الباقية وفرصة سعيدة ان شاء الله يموت بحسكم. الحمد لله والشكر على كل حال. شو سوي؟ هو هذا قضاء طويريج. عوفنا من اللي تمثلت. وينك؟ تعال تعال بسرعة، تعال تعال نصب الشادر مع الفاتحة وتوقف ويانا نخدم على المعازيم. بخدمة الطيبين، بس محتاج منك شغلة. اكو ولد صديق اسمه جواد ابن شكرية، هذا راح يجيك، بس اخذ منه تشيس وها هي. جواد شكرية وتشيس ما شنو؟ تشيس شكر مال شاي هاي شبيك. ماشي سديد ماشي، بس اذا ما رقبك بالفاتحة انا مو عتوقي. بس يجيب لي الشكر واكرب علي مثل المطي، وضاعت عتوقي تمام حلفني. الا اخي الليال يجيب الفاتحة يقرا الفاتحة ويصلي ركعتين على روح عمك. عتوقي راح يجي الولد جايب تشيس شكر وياه. الولد تعرفه من شكله، هو مبين مال واحد طايح حظه. سنيت يعني عايف الشادر والفاتحة والدنيا محترقة وجايبني على سوالفك الراقضة؟ ولك فضني فضني، وين صار ساعتين انتظره. عتوقي؟ نعم تفضل. هذا تشيس الشكر مال سليت، وقل له لا يتأخر عليه بالحساب، ترى آخر واحد ما حاسبنا على الشكر ليه هسه بالطب العدلي بشعبة الكسور. على كيفك عيني على كيفك جواد بن شكرية، هو شكر هسه دي يسمعك شي يقول جايب لي كيلو ذهب. يلا يلا الدعبل منها، خلي لحق على الفاتحة. يلا خذ زباين جايين الفاتحة، ازدحام كتل كلها تريد تقرأ الفاتحة. والله يا عتوقي أنا دا فكر نسوي الفاتحة مال عمك مطعم، ما طول هي فاتحة والله فتحها علينا. أقولك أنت سويت حد شايات؟ الشايات والرايحات كلها تمام، بس معوزين شكر بعد. ذاك هذا الشكر ما سليت، حط من عنده وبعدين عود نشتري له شكر المكانه. وهذا أحلى شاي العتوقي، بصحتك وبصحة عمك المتوفي. عاشت إيدك علولي، عاشت إيدك على الشاي. خدري الشاي خدري، عيوني لمنى خدرة خدري، عيوني لمنى خدرة خدري، من دق بابنا؟ خدوري دق بابنا. هلا بالربع، خو ما تأخرت عن ميت. والله كان جايني مشتري يريد هدهد دي يسوي بي سحر صاحبته، جبت له عصفور صبغته وشديت له باروكه وطيت اللقط بلف، وقلت له اريدك تمثل عليه هدهد، والعصفور اقتنع والحمد لله والشكر، بعته يا الله فاتحة خير. اش بيكم شو مسطورين؟ دطوني خل اشرب شاي. عتوقي تعال بويا تعال، انت وصاحبك الدثو هذا المصاويل وزعوا شايات على الوادم، ما جاية تقرأ الفاتحة إلا تشرب شاي، يلا لا تأخرون. ويلي علي أخويا صويلي. يا معودين وين الشاي؟ ترى بالقرآن ما أقرأ قرآن. هسه غير يقعد السيدي ياسي بوي عتوقي، حتى صوتي راح من البكي. جيب شايات عاد، جيب لنا شايات. أقول لك عتوقي، هاي شنو شبيها العالم قاعدة؟ شنو عدم فاتحة؟ لا مو فاتحة، هاي طوخ. طوخ الرمان، هاك حجي اشرب شاي، انت شكلك قامز، هاك هذا الشاي راح ينطيك جويني ويخليك الليل كله تقمز. يا شاي الفواتح يعدل الراس، تعال شاي يا ولد، اشرب شاي يا ولد. انا بريء الشاي، ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده. اقول لك شنو معنات حساس بالانجليزي؟ سنسيتيف. زين شنو معنات حشاش بالانجليزي؟ شنسيتيف. لكم شنو السالفة؟ كيف ضحك يا سفهاء؟ سفهاء النوايا الحزنة. هاي بكافي سكتة وصقت كذب. انت يا شيخ ما شوف شغلك. لا لشيخ ولا باشا، ربعي كلهم حشاشة. شيخ ولا باشا، ربعي كلهم حساسه. ولكم شنو السالفه؟ هذا الشاي بيه سالفه، شنو خلنا شرب اجيبه. اسمع رنت استكاين يا وين الشاي؟ اي لكم يا حسين اروح المرحوم. يلا شد يا معود على الروح المرحوم. بعد سلام عليكم كاكا. كاكا تفضل. الله بالخير، هاك اشرب شاي هاك.
بخير بن كاكا والله تشايكم مال باشيقة. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت. أخوي صويلح حمدت بالغربة متت ببيروت. بيروت يا مزيعل زعلان على بيروت. شلون تخلون صويلح أخوي يموت؟ جانا مفلس بطرق التابوت. عليهم شين السالفة؟ متأكدين انت معمهم ميت يوم طهرينا؟ لكن هالفاتحة موش فاتحة، شو كانها على حس الطبل خفن يا رجلي. لك بابا دهش، مو هذا عمهم ميت بلبنان، وهناك بلبنان الفواتح هيك ما يجيبون شيخ، يجيبون إليسا، يجيبون والك فوري، هو ما مثلنا. دمشينا يلا امشينا، خل نروح ويا تصفى. اقول لك شلش، هذه خوش فاتحة مسويها بيت عتوقي، كون مني يموت أخوك نسوي مثلها ونجيب جلال الزين يحرق الجو حرق. خيب قب اكرم نفسك ودك يا لرنب. يا معود اشرب شاي. وانا اقول لك ما اريد معناتها ما اريد بتاتا. اشو الا تشرب شاي؟ ولك بويا ما اريد شاهية شني قوة خامو قوة. بس تشرب شاي بيلة كبيرة شلش، هذا اخوك لا تجيبه وياك بعد ترى يخرب الطلعة. تمام أنا هسه لجي لعمك المرحوم راح أتنازل عن كبريائي وأطلب مياه غازية. سليت عندك مي بي غازات؟ لا والله عندنا مي بريحة. الجماعة شو حيل ضايعين، يا بنزلونا شايات ثلاثة هي فاتحة وسكرانة. هدني ما حد لازمك. ولك هدني ولا تقدر ادني حالة وحيل. دعبول انت شايف اللي انا دا اشوفه؟ عوفني شلش عوفني، دا ارقص ويا نانشي عجرم سلولوشن. قول لي فاتحة لو ملها المن انطيت شيز الشكر. سيدي انطيتها العتوقي. اي سيدي انطانا شيز شكر، بس شو الشكر طلع خوش شكر. اي مبين من الفاتحة مالتكم خوش شيز مال شكر. يلا نقول قبض عليهم. يلقون قبض علينا؟ ليش لك واشر؟ هو شيز شكر واخذناه بالدين من السليت. هذا مو شيز شكر، مخدرات، وانتو حاليا كلكم خدرانين، اقصد مدمنين. يا بشي نستعرف هو شي شكر، لعدو جابلكم شي صحيح شان سويتو. طيح الله حظك يا سليت على هاي الدقة. من طيح الله حظك يا عتوقي لغم على هاي الشكولات الزفرة. ولك هذول هم حاسب ومصدقاء؟ رحم الله اخوك عمي مزاعل، البقاء في حياتك الباقية انا ما راح ازعل منك، لان انت في مقام عتوقي ابنك، يعني انا مثل ابوك وعتوقي مثل صديق ابني أو صديق ابني، يعني ابني ولا تهتكضني. أم انطتني للفلاح نعلة روح أبو الفلاح. السرسرية جاو وصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش سرسارة مو ياها تشان يضبطها تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق برايد مقشمرة. عتك تك 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 شكد يتلوم دك دك. إذا أنت بطيارتشي ترى أنا طير بك. علوني داي حلو وهكلي وصيلة المطيرتي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش ندير احنا نخلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل وين مكبس الصاحي صير. اها المي دوخ الحارة وما يخبل جارة. امي طشارة تخاف من اللي فارة. ايش ليش لا تخبط لي حلقك شدة بالراسة. هو انت 56 وانا كلهم خفاصة.
اشطح ويلك عالتوقي هو انت اكبر بوخه ترك له واحد اسبوعين راسك تظل بيدوخه ذبك مصعب تعبو اليوم اتويه علاجه انا اللي اتعارك وياه سبع خياطات براته قابل نص ميا الارنب ما سامع بعلولي هو انت كلك شبرين تتمنى الصين